عايزه ايه؟ ده انا بص لقيتها معديه كده قدام القصر ازاي؟ واقفه قدام عايزينها؟ ده لا صوت قطعت عليها صوت الدم. مفيش. شفتيها؟ جبنا اسم صفا. شفتيها؟ انت رحت ايه؟ كلام. بص سليم، بص سليم جاي. بص يا سليم تعالى تعالى. ماشي تعالى. بص النونو شوف شكلها ايه. بص شبه مين دي؟ بص بص ملك. بص ملك سليم. ماما اول ما دخل انا الحبل يوقعوها. بس بالراحه بالراحه. يا لهوي. قولي ما شاء الله. تعالي بص يا سليم. شبه الصوره ولا مختلف؟ شبه الصوره. لا ده هو انت شفت. انت شفت الصوره؟ اه شفت الصوره. ايوه انت انا بعتها لهم. اه ايوه ماشي سكت كده. ماشي الصوره معاهم. ماشي ماشي. حد يجيب لكم بقى. لا واخده بقها بس. لا او مناخيرها. مناخيرها. انا مناخيرها كده بقى كده. دي اسمنت صفا بالظبط. ماشي هاتي بقى. امك جوه؟ هاتي بقى. امك جوه؟ عايز ايه يا سوسي؟ امك خديها معايا واديها لها عشان عايز اشيلها. عايز ايه مونيكا؟ عايز اشيلها؟ دول يشيلها كده. لابا انت شلتيها ولا ده لسليم يشيلها؟ شيل. لا بس سليم بس عايز يشيلها ازاي؟ مش عايز يشيلها ازاي؟ بصحى بقى يلا جربها كده شيلها يا صدفه. شيلها انت كده. وادلي بقى سليم بتتشال ازاي؟ مش راضي. بس عدوني عدوني يلا بالسلامه. بس هش هش. اتكل على الله اتكل على الله. اه يلا. عاوز ايه يا سوسي؟ عايز يقعد ولا تشيلها؟ خلاص تنام. ايه ده؟ عايز تنام على السرير بتاعها؟ اه لسه هنروقه ونغير الملايه. نروقه الاول؟ طب خليها هنا. طيب نايمه هنا يا ست هدى. عايز ايه يا سوسي؟ اسمها ايه؟ اسمها صفا. في بقوش بيزقوا ازاي؟ بقول لك ايه؟ ايه في بطن ياسمين؟ خليهم يلعبوا. ماشي لما تطلع ده في بطني ياسمين. حاضر. صفا ياسمين عندها نونة اسمها بنت. بجد؟ ماشي. هي عندك بقرة. فين البقرة دي؟ ايه؟ مرسوم عليها بقرة؟ اه. انا عمال اقول لماما الهدوم اللي جابها بنت تقولي لا. احنا جايبين يونيسكس. ينفع عود ينفع بنت صح؟ عايز تبصها يا سليم. انبسطها خمس مرتين. خمسة مرتين؟ بصها كمان مرة عشان يبقى ستة تلات مرات. شاطر. ايه انت بطنك ما فيهاش نونة تاني. اه ما خلاص احنا جبنا النونة اللي كانت عندنا. اجيب بقى نونة منين تاني؟ ايه ده؟ صحيت؟ اه. بتزن؟ اه بتزن. عايزة تنام في اوضتك بتاعتي. تنام في اوضه بتاعتها؟ لما نرضعها بعد كده نبقى ايه نحطها في السرير. نغير ملاية السرير؟ نحطها في السرير؟ نبوظها كده. لا فكانت نايمه فيه. بصي انا عندي فكره. قولي يا اخويا الفكره دي. انا عندي ازرق زرقاء. عندك كوفرتة زرقاء؟ اه زي ده. ما عندي شنبي. ما عندي شنبي؟ شنبي مخدة. مخدة شنبي سلوفان؟ اه سلوفان. بتاعت كرة البعبع؟ اه. في اللافا؟ لافا هناك. هناك فين؟ هناك. عندها تقعد مع سنين. عند اوضة. طبطب عليها. سلا؟ لما تيجي ندى تشيلها. مش هتعرف تشيلها لما تيجي ندى تشيلها. بص ودانها. ودانها فيها حلق؟ اه. لونه ايه؟ لونه احمر. احمر؟ اه. وانت احمر؟ لا انا بصي بص انا انت عارف البنطلون ده بتاع مين؟ اه بتاع مين؟ بتاع لافا. ايوه وانت خدته بعد كده؟ خدته عشان مش عايزينه.
وعشان صغر على لافا. لافا كبرت فين رجليها؟ رجليها جوه الفرش. ليه؟ الجو ساقع صفاء كده. ما هي ساقعة بقى، سيبها متغطية. تيجي نحميها بالليل؟ اه. تتفرج واحنا بنحميها؟ اه. لا مش هحميها. بص سليم كان شايل صفا. وانا طلعيش دي شلتها. ما شفتكيش شلتها. امتى؟ اطلعي دي جنبه وانا خليك تشيليها براحتك. شايلها لسليم عشان سليم عايز يشيلها هنا ده. سليم استنى عشان هتشيلها لك. لا انا بهلك. طب اطلعي وشيليها كده. استنى لما لفه تشيلها. انا سالفه اشيلها. شايلها لها هنا ده. لفه الاول سليم. لفه الاول. لفه عشان توري سليم يشيلها ازاي. انا اشيلها. وريني كده. احنا سوا. اه يا صغنن بصي. حطي لك تحت راسها. يا صغننه يا صغننه. ودي سليم كمان يشيلها شويه. طب شيلها الاول. مسلسلة عادي عادي. حطيها عشان ما تتعودش على الشيل. ايه ده؟ ده البطانية بتاعت صفا. احط رجلي فيها؟ لا رجلك ازاي؟ رجلي ازاي؟ اقفلها. يلا خلاص بقى. صفا؟ اه. قول لها ايوه انا صفا. هي صفا. هي صفا. بنقول اسمها ايه ويقول صفر. صفر؟ صفر ايوه صفر. اسمها صفا اسمها ايه؟ صفا. صفا مش صفا. صفا 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 أمك فين يا بيه؟ عشان تطلع تنزل تغير ملاية السرير بتاعت صفا وتظبط لها السرير. انا هاخدها فوق. ايه دي؟ اقعد يا سليم عشان ما تقعش عليه. خلاص بقى يلا حبيتك بيتك. بصيها يا حبيبتي. خلاص نايمة. هي نايمة سيبوها. هي نايمة أصلا. على فكرة صحيت أنا هاخدها فوق مش دعوة. هي تصحى عشان ترضع. صحية؟ صحية يا لفا. شوف صالة. صالة أسود. أيوة. بس خلاص خلاص. سيبها. ما هو تاني صحية. إيه إيه إيه. سيبوها يا ابني. إيه. جوه ده كده. بصوا انا زين فرق فيها ازاي. خلاص يعني سيبوها بقى. سيبني الصحيه. هي صحيت. خلاص يا صحيت خلاص. لا ما صحيتش. صحيت خلاص. فتحت عينيها؟ اه. يلا. فتحت عينيها. دايما مقسمني في اكلتي يا حبايبي. يلا يا سوسي كل. يلا يا سليم لف. كل يلا. ماما انت بتاكل عيش ساده؟ انا باكل عيش ساده باكل ازاي باكل اهو. باكل رز ساده. ادي سليم معلقه. اكل سليم يا دفا يلا. ماشي يعني تاكل معلقه هو معلقه. هم بيسلوني والله ساعة ما جيت. حلوة؟ ما تقعش على السرير. قرب 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 شوية. هو قاعد على الآخر. كل يا حبيبي قرب. أنا بدك عشان ما يبهدلش الدنيا. مستغربة المكان. صحيت؟ أيوة مفتحة عينيها. كل يلا معايا. يا ماما بعدين فتحت عيني. خلاص. أبي صبر. كسف لو لا خلاص بصي احنا هناخدها. لا مستخدمه. لا ده ملك ولاد لا خدها. عايزين ياخدوها عندهم يا لو مش هتاخدوها. لا مين يصل؟ لا عيش معاهم. اه انت تعرفي ان هي احنا سايبينها بس خد النايمه لما تصحى هناخدها. اديها لهم بقى لفا نقعد عندهم. اه قدر هات واحده ثانيه احنا ناخد دي وهي تجيب لك واحده ثانيه. اسكتوا والنبي تفكروا في ايه. بصوا شايفه الصفين اللي بتطلع الصفين بتاع الصفر اللي كانت هنا. صفر ايه؟ اللي بتتصير الصفر. اه بتتصير الصفرة. بقولها لي بس كده. ناحيتها على دماغك وتروح تجري بيها دلوقتي. والله العظيم. حطيها يا سعاد كده. مسك اديها سعاد روح تنقحها على دماغها بيها. وجري تعالى. انت ليش دعوة؟ سليم قال لي ان انت. دخلت عشان اقول والله ده سليم كذاب. امال مين ضربها؟ دخلت عشان ست في الاتحاد تقول لي مش انا مش انا. في حد شافها ولا ضربها؟ انا الاكل دي جت على دماغ البت كده ودي بتجري على بره. فقلت ايه سليم قال لي قال لي لافا. انا اعرف بعد كده. لا والله ما انا. طب خلاص انا مسكت. يعني سليم ضربها؟ ضربها بدي؟ هاتي سليم ده كده وسليم. قال لي طب الله ايه؟ ايوه. حطها كده. ايوه هتفين نزلت بس بقى يا سعاد نزلت تحس انها رنت. وجت عليها؟ جت على البيت جت على دماغها. صحيت؟
كانت صحية قلبت وشها. على فكرة البنت بتتحمل كتير، لان امبارح وانا بغير لها رفعت رجليها وكانت لسه نزلت على طرف راسها. بس انا لحقتها فلسه بترفع رجليها تروح تقايمة خالص. ما كانت نايمة عشان كانت نايمة. ومن ساعة ما اتقلبتش قلوبة واحدة فجأة راحت اتقلبت وهي بتغير لها البامبرز. ادي جريت سليم بيقولوا لافا اتغبطت على دماغها. لا كذاب. لو سليم كان طلع ايه؟ ليه بيقول ده ضفرهم طويله؟ اه سيبيها هما دي مسكت ايدين يلعبوا يلعبوا. بس احلى حاجه ان هي فاتحه ايديها كده. حلوه. خلاص يا جماعه انتوا بتلعبوا هي عروسه؟ يلا عروسه. صحيت. لا صدفه. بص الاخر لافا الصغنونه دي. ايوه الحته دي. اه لكن ما هي ببق. لا لافا لا ده مش بق كريم. لا بس يا جماعه هتقعد فتره وشها يغير كل يوم تلاقي شكل مختلف. يعني ايه كل شويه تبقى شبه حد مننا يعني؟ لغايه ما تلسع على وش بقى في الاخر. انا جيت من بره خدت الصدمه في وشي. بصوا استنى البلكونه مفتوحه من الاستعجال. بصوا الشقه كلها عامله كده. الشقه كلها عامله كده. سعاد وعلها قاموا بالواجب لموا الغسيل ونشروا ويروقوا الاوضه وينظفوها وهيلسوا الحاجه. ولافا وندى قاعدين جنب صفه في الارض اهو وبيروقوا بقى. سعاد وبنتها بيروقوا جوه وانا بلف في الشقه. بلاش الدكتور قال لي امشي كتير وكده. فانا قلت بقى ايه اشغل غساله اغسل دول هم ينشروا. بصوا حتى المطبخ. بصوا خدنا الصدمه في وشنا. فسعاد قالت هتعمل على قدها وانا بكره هيشوف اي حد يجي يمسح الشقه. بصوا بصوا التراب باين عامل ازاي. اه شايفين. خدنا بقى الصدمه في وشنا يا ولاد. يلا شايفين ندى قاعده ولافا. الشقه ما شاء الله كسكسي وحمص. يلا هما بقى يعملوها ويصعدوا عليها وربنا معاهم. كل الغسيل لحد وسخ للاسف. شايفين كل الغسيل وسخ. يا رب انا تعبت. يلا نغسل من الاول عادي. محمد بيشوف صف. شايف الشقه يا اسطى عامله ازاي؟ لسه باب البلكونه مفتوح. حلو كل اللي داخل داخل عليه. اه مفيش حد عايزني خلاص. شبه مين يا محمد؟ شبه مين كده يا محمد؟ صحيت؟ في ناموسه ولا ايه؟ ايه؟ كل بص محمد لابس 20 حاجه. بص حاجه بيج وحاجه كحل وحاجه سوداء وحاجه زرقاء. وكلسون في ايه يا عم؟ لا لا شبه امي. لا بجد شبه امي. مش عرفني شبه مين. دايما احنا بنيجي. ومناخيرها؟ ايوه مناخير امها. مناخير امك. انت بتفتي وانت واقف؟ ما انا بقول لك عليها. وعينيها عين ابوها. انت دلوقتي شفت عينيها بقى؟ من قفله عينيها نفس رسمه عين ابوها مش رسمه عينينا احنا. عينيها عسل. عسل. لا مش عارف. ولا خد بعضك ولا واحد. عينيها الماضي غامق. عينيها هتطلع زي ايد ابوها. انت شفت ايدها منين؟ مش فاهمه انا. بص كده ايدها ايدها مختفيه جوه. افهمي بس خفه دمها زي خاله بقى. اه صح انا بقول كده برضه. انا في ايه؟ اقعد عشان عايزاك اقعد.